السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل متابعي قناة الجزائري في إسبانيا أينما كنتم. اليوم رجعت لكم في فيديو جديد، ولكن كالعادة قبل ما ندخل في تفاصيل الموضوع نتمنى منكم صلوا على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا نذكركم بحملة استمرار المقاطعة نصرة له صلى الله عليه وسلم. موضوع تاع اليوم رح نتكلم على المستشفى الخاص بطب العيون المتواجد في مدينة برشلونة وفي دولة إسبانيا. هذا المركز سألني عليه الكثير والعديد من الناس في الآونة الأخيرة، وكان السؤال بالتحديد عن كيفية التواصل مع هذه المستشفى، وهي طبعا خاصة بطب العيون، لأن هناك العديد من الناس يعانون أو لا يعلمون كيفية التواصل مع هذه المستشفى مع أنها سهلة للغاية، ويريدون بيانات أوضح وأكثر بخصوص هذا المستشفى، طبعا بخصوص الجودة، وهذا ما يهم. أريد أن أقول لكم، أولا أتمنى الشفاء إلى كل مريض طبعا، لكن أريد أن أقول لكم أن جودة هذه المستشفى هي رائعة جدا حقيقة، وأنا أعتبرها على أعلى مستوى من الدقة، وبغض النظر عن الأسعار طبعا، لأن هناك تخصصات قد تكون فيها الأسعار مناسبة لفئة من الناس، وقد لا تكون مناسبة إلى فئة أخرى طبعا، على حسب المرض وعلى حسب حالة المريض طبعا، وما يحتاجه من علاج، إن كان علاج قصير المدى أو طويل المدى، هناك اختلافات طبعا، أو إذا كانت شبكية أو قرنية، هذا هو الاختلاف طبعا. لكن لو تكلمنا عن الجودة وجودة الأطباء هناك، فحقيقة هو مركز رائع جدا جدا، وحقيقة عندما تدخل هناك فقط سوف تحس بالراحة، لأني صراحة أنا دخلت هناك ورأيت الأجهزة ورأيت الدكاترة ورأيت العديد من دعوني أقول الوسائل التي يستعملونها في مجال الطب، لأن إسبانيا تعتبر دولة متطورة في هذا المجال، وهي من أحسن الدول التي أو دعوني أقول أنها بارزة في طب العيون. لذا أنا أنصح به العديد من الناس، وسأضع لكم في صندوق الوصف الإيميل الخاص بهم الذي يستطيع التواصل معهم أي شخص باللغة الإنجليزية أو الفرنسية، ولكن أنا أقول لكم أو أفضل أن تتواصلوا معهم باللغة الإنجليزية، وسيعطوكم كل المعلومات طبعا. بعد أن تتواصلوا معهم سيطلبون منكم أن ترسلوا لهم بعض الملفات التي تشرح الحالة المرضية الخاصة بكم. بعد أن تأتوا لهم طبعا بهذه الأشياء يحددون لكم موعد، لكن في أغلب الأحيان هم يطلبون مبلغ قدره 400 يورو، هذا طبعا خاص بالموعد، لكن أقول لكم أن هذه المستشفى هي رائعة جدا، وأيضا حتى هناك من العديد من الناس يخافون طبعا عندما يتعلق الأمر بدفع المال مسبقا، أقول لكم لا تخافوا، هذه المستشفى مستشفى معتمدة ولا تحتال على الناس أبدا، لذا لا تترددوا أبدا في الذهاب إلى هذه المستشفى، لأننا نعلم أن العين حساسة جدا، ويجب أن تتلقى العلاج من أطباء محترفين وعلى أعلى مستوى. أتمنى من الله العزيز الحكيم أن يشفي كل مريض، وأذكركم أيضا أني سأضع في صندوق الوصف الإيميل الخاص بهذه المستشفى حتى يسهل عليكم التواصل معهم، وكما قلت لكم وكما شرحت لكم الطريقة بسيطة وسهلة جدا، وهذه المستشفى أؤكد أنها لا تحتال أبدا على زبائنها أو على الناس كافة. لم يبقى لي إلا أن أقول لكم الرجاء الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات لكي يصلكم كل جديد طبعا فضلا وليس أمرا، وأن تشاركوا هذا الفيديو حتى تعم الفائدة على الناس، وإلى اللقاء.